انا خلقوها معايا لانه ترى مرجوع، ترى مرجوع نجح فيه الحاجه، اي حاجه قيتها في التراب مرجوع نجح فيه وطلع دغيه دغيه دفع، لانك السيب التراب مرجوع واطلق العروق في الارض. كوصل زيد هذه يا زيد. الله يعاون يا ربي امين. شدقي ايوا جبرني يا صبي درسني الماء قرصي الصبح درسني معلم. ما كان صور بس عليك بخير. السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا في هذا الروينه المرونة. صباح الصباح عندي الحفله، ما يطيح هذا الشتاء صباح عندي الحفله للتزبيط. السلام عليكم خدنا العزاز، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانين، نتمنى تكونوا افضل الاحوال يا ربي. المهم اكيد توحشتو ويصالاي جد اللايفات هي ما كتبانشي معايا، انا عامله مع على برا ما تبانشي معايا. كما تشوفوا ويصال صبح هذا الصابين. المهم كما قلت لكم الشتاء الليله تبارك الله الشتاء صبح هذه لا فتره دابا. المهم ويصال عملات المواعن كما تشوفوا بالجفاني بالمقالب كل شيء عنده معمر بالماء صبح معمرين تبارك الله. المهم يا هذه الزرده ديالها قعدت، هذه الزرده ديالي ضروري ومع الماكينه زعما واحد النعمه الصب اللي وشدت لي واحد النعمه كبيره في هذا الشتاء. سير من الحياه ديال تزكي على ذكر الماكينه، كان غير نوجه تحيه لاختي عائشه ولاختي حنان ياك حكيمه، تحياتنا لهم وخا عزيز ويصال عندها تبارك الله الحوايج ديال العيال يتوسخوا بزاف تبارك الله. دابا في هذا الشتاء عاد تبديله راه الشمكي عاد تبديله واحد الحوايج غلاظين على تبارك الله يا ربي. الشبكه معمره بالحوايج ديال العيال يوسخوا كما تشوفوا الزنقه. دابا عملنا الستره هنايا شويه كما كتشوفوا، بقى البلاصه ناشفه يبقاو فيها الصبابط وندورو فيها. اما ملي ما كانش هذا الباش كانت الدنيا تصيب شي فات وقع كانت تطيح للشتاء. هي البلاصه القطره خذيها، راه هي البلاصه القطره كنا نخرجوا لا ندخلوا ما ينقصش ما يكون داخل الصباط ما جبرش بيه نزلوا. الحمد لله شويه بشويه. اللهم لك الحمد. ان شاء الله نعملوا شي نباحه تاع الكارطون ديالو مرايق المعوض. يا سلام قول لل حماه قول السلام عليكم ابا. هذا ما يقول له درعا هذا ينتفخ انت تشوفت كما شفتوا معنا خوتي. ها هما ديك الليمونات باقي ما غرسناهمش اللي وريتكم في اللايف البارح في المحل في الكراج، باقي ما غرسناهمش، قلنا حتى خرج شويه الشميشه وغرسوها. خليكم معنا نخرجوا نوريكم شويه الاجواء والدوار. هاك بعد الجلاب انا خليت على كتافي. تشوفوا اخوتي الجو كيصبح ملي كيصبح الشتا تبارك الله. هاي الشتا دابا حاليا في غزاوه. الدوار تبارك الله يا ربي، دابا عاد هبطت انا الدوار وجيت الله يطال الطريق. انتم تشوفوها في هذا الفيديو نعمل لكم شاركوا معاهم الطريق في الوقت الشتا كيفاش يكون عندنا. ما قدمنا هذه عندنا مزروعه بالشعير كما تشوفوها هو دايم تبارك الله. أميرة السلام عليكم، كنتم عليكم كما تكون أخو الأخي. دابا نصبنو لا نريد ناكل واحد حاجة. ما هي يا ترى؟ ليمونة. شافوها بنتي ما جيت البارح كسولني على الحلوى، مي شافت الليمون قالت من ناقص من الحلوى فرحات باللتشينا والليمونة. ماما تشوف شني جاب با شرق يا امير عطيتهم ياكلوا الصباح. طيب مساكن والله الا خصنا نحيدوا لما الروينه طاح عليهم القطره هنايا. عملنا الماء الميكا، مع ذلك يعني كي الماء الزين كيهود لتحت مع رجلهم بزاف لهم الدنيا تم الساعه. نعمل لهم شي نواله ولا شي نواله حتى وش بلي صافيني بيتو فيها تكون عاليه. فين انت؟
واخا انتي صغبه القصب هنايا، هنا قلت ان شاء الله يا ربي نصغب الدجاج هنايا مورا الدار، صغب لما القصيبه تاعو معنا عندنا كما تشوفوا مدفورين بالشميط، وقيمنا مع هذا الحيط، لصقوناه مع هذا الحيط ونعمروا عليه بالتراب والشيميكا والتراب، فهمتي؟ تجيب حظها له ها؟ من ولا كبيره والكرياجه صغيره. واخا ماشي هو احد شي يدور على هذا الهاد كاع سي بوعانه فين يدوروا، وهذه الدرق عليهم شويه عمرها عمل لها المكه من فوق وعمر عليها بالتراب، ومن تحت نقول لهم شي حاجه من الفوق يطلعوا يطلعوا عليها يبيسوا. ايوا هذا الشيء اللي كاين زعما قيلم بها الضاله. نبعات صباح الخير. والله نحسن شوف التليفون احنا تعال ناخذ كم صور الحال عارتي لك على هذا الشكل على هذا الشكل وحان يا مسايم بتجيب لي من الغم والقهرة. شوف يطلع العلم هاي. ايوا كيف بلقي بعد وقفه كيف بلقي بلقي بالعوان لعب هاي مع الترطيله هذه عودها معين ويرتبط احفر له في الارض ويرتبطوا من الفوق ويجي واحد. ايوا انت هنا صافي. قيل نمشي من كامل هنايا نعمر عليها بالتراب ويجي لا علاش التراب على الميك. اخا الميك زعما على حساب الريح وصافي ما يهزش. صغبوها شوفوا لنا بدا في الاعمال. اي ضغمني اي وسطو يتعلق. بسم الله على بركة الله نقلبوا دابا خوتي شي جوج العويزات واحد نحفروا له هنايا واحد رافعين جلس يا محمد عويزات ونخليكم شرف شي رافعين راوح العود عندي شي جر طويل. احنا جبنا العود هذايا ونقطعوا له هذه القله نقطعوا له هذه نقطعوا له هذه الجهه اللي رقيقه ونخليوها الجهه هذه اللي غليظه هي اللي غنخليوها. هيدو باش ما تجيكم شي رشتة لا بعينكم. هاي هيدا با هاي انت يا بدر شقوا زيد درا فيه من تي صحا شي درا من هنا ها مالي با عيني كيك البرقاطة ما عرفتي الزولي با عيني كرسم كرسم شوفي اش رجعت وحيدا نقيها نصبنا هنا وكا عندي وقيلا شي عود بحال هذا ما كاينش انت قطعتو ستيتو انت ماشي شي واحد قدم وخلي هذا غدا ما تحتاجو ها وما نعرف بيجي لك واحد طويل واحد قصير وعاد انت قطعتهم هذي مال ما يدحفر له في الرحبة بيجي لك قصيصرين ستيتو حيدا محمد حيدا محمد خليها ايتا خليها بلا ما نقطعها ما زال ما معنا بيجي لك ستيتوي صغبوا لما هذيك ديالها ما صافي حيدا بحال الفاس حي المهم اخوتي هذه هي النواله ديالنا الدجاج ها هما الدجاج من هنايا طلقنا عليهم كما تشوفوا عاليه هاي شافوا يطلعوا على الصحن ويطلعوا عليه عملنا لهم ربط لهم القصبه هنايا باش يطلعوا بيسوا عليها صحيحه ومن هنايا نعمل التقالم الميكا ولا شي حاجه ولا شي طرف ديال الحصير ولا الميكا فاش يكون الشتاء وما يفزقوش. كيف جاتكم النوالة ديالنا نوالة الدجاج أميرة نوالة مزيونة زيونة جا صبيحة التومة العملولة يا أخوتي المزاحة اللي كنا غرسناها بالعظام مزاحة هذه الرمانة اللي غرست ويصال ودابا لقيت هنا كنغرسو الليمون الليمونة اللي جبت البارح هي فاغرس ديال التشين راه فاي ها
مزيان مزيان ما تما انا خاصنا نقي تما الليمون. وكيف كيف شنو الفرق بين الليمون والتين؟ با تما تراب مرجوع وهذا ماشي مرجوع ماشي بحال هذا. المهم باقي هنايا راه نحفر با هاك با با انا توما نزلك صاد وسع باش يغرق لغدي الفصل تعب شويه اللي هدا ينسلي. شوف هذا ماشي ترام مرجع وشيني هذا اخك عند اخت مالي هنا الغبار الموت باغني. المهم الهضره ديال اخي اللي كاينه هذيك تحفظ وتعاود احنا لحقنا تربت تسلي هذا التراب اللي كاين هنا مرجع هذيك كنا حفرنا تما بزاف ورجعنا تراب بزاف فهمتي السبل كل فايدة طلق شوف اخوتي ها هي دابا لقيناه في البلاصه ديالو نرجعو للتراب ما شفتو واخا غرقنا له بقات عاليه على هذه بقات عاليه على الارض نحاولو نرجعو لها التريبات اللي من الفوق راطوب مع العروق صافي لا ري يمشي من تمعو به الا طاح هذا الشتا ما يربديش بالعكس هي تقلل الحوض ديالها باش تبقى خو عليها الماء ضروري لا ميلاش يشبرا وهذيك باش ما تجيش مايلي باش ما تجيش حاولي عندك نولا منين شبرا وسطن برجلها هي ما عثمانة مغزان صحيح كلشي غزوها الكسيوة طلقو فيها السم الدواء مداوي عندو نقول لك هذا ما يكون عندهم في نقول له في السوق ما يجيبوها من السوق غزوها امشي وضعي كوي يبيعوها ما ينزلوها امشي خليوها في 207 نزلوها عشان طيب ويخليوها اخرين في 207 نخلقوها هنايا لأن تراب مرجع تراب مرجع عاد نجح فيه الحاجة أي حاجة قيتها في التراب مرجع عاد نجح فيه وطلع دغيا دغيا الدفاع لأن كسب التراب مرجع وطلق العرق في الأرض لما طلقت التراب العرق في التراب في الأرض كان طوال من الفوق صافي واش هادري هو صافي صافي فهمتي انا العمرة من فوق ندي ريبة من تا هي باقا تكبر ان شاء الله يا ربي نجيب لها واحد الرويضة ديالها هيك هي الرويضة ان شاء الله يا ربي انا عاكز على ديك الروايض الدراري صحابي عندهم الروايض خدام في الروايض نجيب لها الرويضة هيك هي والعمرة بالغبار والتراب نبقى نروي عليها من الفوق حتى ديك الما ما يضيعوش صافي المدام هاي مزيان امي ما صرت بها الرويضه غير طيب شتا السر احلى لهاذيك على هنا اه هاذي السويقية هاذي طب
هاو إذا كانوا الصابون الصابون ودي عليه إيوا صافي مزيانة الرمانة راه فيها هنا الليمونه هذي وصل خلاتني أنا داخل ويا خرجت غرس هذا تما شمتتني شنو هذا عندها هنا التوتة لا هذه هنا التوتة حنين طالع هنا التوتة وهذا التوتة الليمونة ديالي تربي هنا كيفاش نية تربي هنا في الغبر واعر صافي انتي الله يعطينا الصحة اخوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ما نساوناش يا اخوتي من اللايك رجعوا لنا باللايكات والبارطاج مع الحباب والصحاب بارطاجيو الفيديو من اليوتيوب احبابكم صحابكم في الواتساب في الجروبات شرجعوا لكم عاوتاني الفيديوهات ان شاء الله لما لا كل نهار فيديو ايوا ويصال هي معاكم اللي ما كنش هي انا عاود نصور هي اللي ما كنش هي عاود نصور انا ان شاء الله ماشي مستمر ان شاء الله معاكم تبارك الله عليكم اخوتي اديوس اميغوس